السيدات والسادة، Secretary General of the United Nations, I الصحافة، came to أنا Moscow بصفتي as a أمين عام messenger of peace. للمتحدة حضرت إلى موسكو My objective كمبعوث and سلام. my agenda is أهدافي strictly linked وأجندتي to save مرتبطة lives أو and to reduce suffering. مرتبطتان ب I had a very frank discussion with المعاناة the foreign minister البشرية. كان Sergei لدي Lavrov, حديث صريح مع and it وزير is clear الخارجية that there are لافروف، ومن two الواضح different أن هناك positions on what is موقفان happening in مختلفان Ukraine. إزاء ما يحدث حاليا في According to the أوكرانيا. Russian وفقا Federation, what is لروسيا taking place is الفيدرالية، a إن special ما military يحدث هو operation with the عملية objectives that عسكرية were mentioned. خاصة لديها أهداف محددة. وبالنسبة للأمم المتحدة، بالنسبة للأمم المتحدة نعتبر غزو روسيا انتهاكا لسلامة الأراضي ووحدة الأراضي الأوكرانية، وهي تأتي ضد ما تدعو إليه وثيقة الأمم المتحدة. ولكن أعتقد أنه كلما استعجلنا في إنهاء هذه الحرب كلما كان ذلك أفضل، سواء كان ذلك للشعب الأوكراني أو لروسيا الفيدرالية ولسائر أنحاء العالم. دعونا مرارا وتكرارا لوقف لإطلاق النار من أجل التوصل إلى حل، وهذا لم يكن أمرا ممكنا حتى الآن. اليوم عبر الدنباس هناك معارك محتدمة ودمار كبير، عدد من المدنيين يقتلون وكثيرون تهدد حياتهم بسبب هذا النزاع. أنا يعتريني قلق إزاء انتهاك حقوق الإنسان واحتمال وقوع جرائم حرب، وهذا يتطلب تحقيقا مستقلا للمحاسبة الفعالة. أيضا هناك حاجة لفتح مسارات وممرات إنسانية تكون فعالة بشكل حقيقي وتحترم أيضا تمرير المساعدات للمدنيين. وبالتالي اقترحت وضع مجموعة اتصال تجمع بين ممثلين عن الأمم المتحدة وأوكرانيا وروسيا للنظر في سلامة وأمن هؤلاء أو هذه المسارات الإنسانية، ولتضمن أن هذه أن تكون أو تضمن فعالية هذه المسارات. وبشكل متوازي نحن ندرك أننا أمام أزمة في ماريوبول. الآلاف من المدنيين بحاجة ملحة إلى المساعدات الإنسانية، وكثيرون هم بحاجة إلى الإجلاء. الأمم المتحدة جاهزة لحشد مصادرها اللوجستية من أجل المساعدة في إنقاذ الحياة في هذه المنطقة. أنا أقترح أيضا التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والقوات الأوكرانية والروسية من أجل تمكين الإجلاء السليم والآمن لمن يرغبون في الخروج من هذه المنطقة، سواء كان المدينة أو المناطق المحيطة بها، وذلك نحو أي جهة يرغبون في التوجه إليها، وطبعا لتوصيل المساعدات الإنسانية اللازمة. الأمر هذا لا يقتصر على ما نراه في أوكرانيا، بل نحن نرى صدمات، موجات صدمات في كل أنحاء العالم، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة والأغذية الذي بدأنا نشهد وكنا قد بدأنا نشهده منذ العام الماضي. هذا يؤدي إلى أو يؤذي الكثير، المئات من الآلاف من الأشخاص في العالم. هذا يأتي إضافة إلى استمرار التداعيات الصادمة لأزمة كورونا، وطبعا هذا يعيق الانتعاش أيضا تنمية وتطوير الاقتصادات في العالم. إذا كلما أسرعنا في وضع هذه الإجراءات كلما كان ذلك أفضل بالنسبة لأوكرانيا ولروسيا وللعالم برمته. ومن المهم جدا حتى في هذه الأوقات، الأوقات العصيبة، من المهم أن نستمر في احترام مبادئ تعددية الأقطاب. نحن بحاجة إلى عالم يكون متعدد الأقطاب مع مؤسسات متعددة الأطراف، وهذه المؤسسات متعددة الأطراف يجب أن تحترم ميثاق الأمم المتحدة وأيضا مبادئ القانون الدولي. وطبعا من خلال هذا الاحترام هي تحترم مبدأ المساواة بين الدول، مما سيسمح لنا مرة أخرى من أن نجتمع كبشرية وطبعا نواجه التحديات المأساوية، سواء كان الجوائح أو التحديات المخانية وطبعا الحرب. هذه هي الحرب الوحيدة
الوحيدة التي يجب أن تكون أمامنا هي حرب ضد من يعرض الكوكب كوكب الأرض للخطر.